أصدقائي أجل صديقي راح أسامحكم إذا كشفتوا السر من أسراري للغير. عشان كذي بشارككم بسر أمام الملأ. إيش رأيكم؟ أوكي نسمع. وكلكم مسموحين أن أنتوا تقولون بأني أنا شاركتكم هذا السر. أنا أحب وأحب لحد مقنع جدا بأني أخلي الشخص اللي قدامي مقتنع بأن حبي له مو بالضرورة يكون سر، لأنه مو خطأ ولا عيب أن الإنسان يعبر عن مشاعره، وأنه يكون قوي لدرجة تكفي في أنه يقول حق اللي قدامه أحبك. أتوقع بأن إخفاءنا لمشاعرنا سرا ما هي إلا مصيبة تخلينا سهرانين طول الليل وما نعرف نعبر عن اللي في قلبه. نبحث بين كلمات الأغاني عن إحساس لربما يشرح ربع اللي بمخي ومخك. ندور بوسائل التواصل الاجتماعي عن هذولاك اللي يكتبون مجموعة مفردات عميقة ممكن أنها توصل الإحساس اللي في قلبك. لا 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 لا، ابتعد عن هذا كله. بقول لك سر، وهذا السر أسمح لك تشاركه الغير كلهم، من الكويت لأقصى بقاع العالم. كن نفسك وحب بطريقتك، لأن أنت مميز، ولأنك لما تحب بطريقتك راح تترك بحياة الإنسان اللي تحبه أثر مستحيل يتركه أحد غيرك. ولو حصل لا قدر الله غياب، راح يعرف هذا الإنسان بأن هالمنطقة في حياتي ما حد راح يعرف يمليها إلا أنت. فاليوم السر اللي بقوله أني أحب وراضي في هذا الحب تماما ومقتنع فيه قناعة تامة، على كثر ما في ناس في يوم من الأيام كانوا ما يعنون لك شيء واليوم صاروا يعنون لك كل شيء. هذه أعتبرها أنا هدية من الدنيا بأنك تنتبه لإنسان لربما ما كنت منتبه لمشاعره وإحساسه وصدق وفاء من قبل. أقول لك سر، أنا أؤيد الحب جدا وأحب الحب جدا. الحب إحساس صادق، الحب إحساس اليوم إذا تميزت فيه فأنت راح تكون بعيد عن كل الناس اللي قلوبها لا تزال جاحدة وسودة. أقول لك سر ثاني، واليوم أنا معتبركم كلكم أصدقائي اللي أقدر أخلي عندكم السر هذا وتحافظون عليه، أوكي؟ ما في أي ضرر ولا في أي خطأ ولا في أي إنسان يقدر يوقف بوجهك إذا قلبك حب بنظافة وباحترام وبتقدير. لا تقنعني ولا أقنعك، كلنا بالنهاية نملك نفس القلب ونحس نفس الإحساس، نحزن وقت الحزن ونفرح على كل كلمة حلوة تينا. وأقول لك بعد سر، أنا من اليوم ورايح ما راح أنتظر كلمة حلوة تيلي، بكون أنا الكلمة الحلوة اللي أهديها حق الإنسان اللي أحبه، بكون أنا الإحساس الجميل اللي هو ينتظر يعيشه في يومه، بكون أنا الخطوة اللي هو منتظرها بقربه، بكون أنا المشاعر الجميلة اللي قرأ عنها وتمناها، بكون أنا قصة حب في حياته لن يستطيع أن ينساها أبدا، بكون أنا لمعة عيونه، بكون أنا الصوت الحلو بجنونه، بكون أنا هيامه، بكون أنا غرامه، بكون أنا حريته، وبكون أنا حب الأبدي من اليوم إلى آخر يوم بالدنيا، لأن في وجوده أشعر بأن جميع ما سبق من المشاعر والأحاسيس وغيرها كلها اختفت. تصدقوني يا جماعة، وبقول لكم سر، لما أعبر عن نفسي جد 100% أبدي أتلعثم وأتأتأ، ولا كأني أنا اللي أسولف بكل أريحية تامة، ولكن لما نيجي الوقت جديا بأن أنت تطلع كلمتين داخل غايصين بقلبك تحس كأن أنت قاعد تاخذ من قلبك وتغرف وتطلع منه مشاعر وإحساس. لذلك إلى سري الجميل، أحبك وأوعدك بأن أنت فقط اللي تقدر تحسسني بالأمان في زمن صارت فيه المشاعر عبارة عن حرب ما فيها أي نوع من أنواع الأمان. ابتسم ابتسم